حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج انتصارهم. عادة الأسئلة اللي تجي ربما تكرر، دائما تتكرر الأسئلة عن الدوام الرسمي. مثلا دوام المستشفى الطبيعي هو من الأحد للخميس بالساعة، لازم احنا أقل شيء بثمانية، هنا بثمانية ونص الصبح. ليش؟ مرات يجي واحد يخابر يقول لك خلنا أجي الخميس بالليل، يابا ماكو يعني الكادر، ماكو، الجمعة والسبت عطلة. هاي الحالات الاضطرارية هاي مستشفى خاصة، يعني مو مستشفى عامة وطوارئ وتقدر تدخل بأي وقت. أنت يحتاج تجي الصبح ليش؟ لأن عندك إجراءات هواية، أنت عندك تحليل تقريبا ساعة إلا يطلع، عندك تلزم سرة أيضا على التحليل، عندك الباص، عندك الاستمارة تمليها، لازم متعهد وياك تقعد ويا الطبيب النفسي أو الطبيب اللي قبل الطبيب يدخل وياك يسجل معلوماتك الكاملة، تقعد ويا الباحث الاجتماعي. هذه كلها وقت تاخذ تقريبا بحدود الأربع ساعات، فأنت ما معقولة تنام وتجي ساعة بالوحدة. المفروض الطبيعي جدا أنه أنت تجي بثمانية ونص حتى تكمل إجراءاتك حتى تدخل المستشفى. أكو مكان أكو ماكو مكان، هم الناس ما مقصرين، يأخذوا رقم تليفونك ورا يومين يتواصلون وياك وتجي تدخل معزز مكرر. المهم انه احنا هاي الاجراءات اللي نشوفها احيانا عند المتعاطي ربما تكون مزعجه، هاي خلينا نتجاوزها، لانه اجراءات طبيعيه، اجراءات وزاره الصحه هيجي، المفروض قدر الامكان نتجاوزها. ليش؟ لان احنا عندنا هدف اسمى، الهدف الاسمى هو انه احنا نتعالج ونخلص من هاي الازمه. خلينا نشوف ضيفنا اليوم من الكوت محمد مصطفى. مرة أخرى حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حكاياتهم لكي نسجل انتصار المتعافين. وياي الضيف محمد مصطفى. شلونك محمد؟ الحمد لله زي الحمد. حبيبي شنو هاي الكانونة بيدك؟ والله من الكريستال المرض. ها ايش قد صار لك هنا أنت؟ صار لي 23 يوم. 23 يوم؟ نعم. ايش عجب مو 21 يوم؟ لأن بعدني شوية حالتي مو زينة. ها والله بعد حالتك مو زينه. ايه ان شاء الله باجي. انت شنو هاي الكانونه يحطوك بها علاج مريض من شيء لو شنو؟ ايه مغذي. ها مغذي. لك الحبوب تصير عنده حرقه ما اقدر اكل. ها يحطوا له مغذي. عندك مشكله بالامعاء يعني بالاكل بمعدتك؟ ايه هو من يمه. ها والله. وهاي صار لها ايش قد الكانونه؟ هي كل يوميه. كل يوميه؟ ايه. ها يعني هنا كانن. هنا هم كانت بايدك؟ ايه اليوم بقت بس هاي. ها. انت شنو ما تاكل يعني ما جاي تقدر تاكل؟ اكل قليل. تاكل بس قليل. من اكل اتقيا. ها من تاكل تتقيا. يعني علاجها هواي. زين. وهاي الضربات هنا بايدك شنو محمد؟ ها ضربات ما متعاطي. وانت متعاطي؟ اي ضربت ما اضرب روحي. تضرب نفسك موس يعني لو شنو؟ اي موس. ها شو وقت ضربت نفسك هاي؟ قبل سنتين. قبل سنتين؟ تمام. انت من الكوت قلت لي؟ من الكوت. من الكوت. نفس الكوت. يا مواليد انت حبيبي؟ انا مواليد 2006. 2006 عمرك 18 سنه. 18. تمام. شو مخلص دراسه محمد؟ رابع علمي. صار لي 3 سنين مبطل. اها رابع علمي. ايه صار رابع علمي. صار 3 سنين مبطل. ايه. مبطلت شنو؟ بطلت ليش يعني؟ اشتغلت؟ لا لا مو اشتغلت. قمت ما قمت انسى. انت من ايش وقت بديت تتعاطى؟ من 2019. من 2019 بديت بي. صار لك 5 سنوات. 5 سنوات. ها 2006 مواليدك. ايه؟ وانت بال 2019. زين يعني صغير وبديت تتعاطى. صغير حيل. يعني عمرك 13 سنه. ايه. شلون بديت تتعاطى محمد؟ تعرفت على صديق بكربلة. كنت ما اعرفه صغير. نعم. طاني ادخنته. طيب كريستال. ايه بقيت يعني مو حبوب لو شيء. لا لا مو حبوب، كريستال. انبوبه وسحبت. نعم. زين وبعدين؟ بعدين خليت اهلي يرحون. رجعت له. ظليت يمه. ما رجعت للكوت. ايه ظليت اتعاطى وياه. زين. بعدين قمت اشتغل بكربله واشتري من يمه. ايش تشتغل؟ شو اشتغلت؟ اشتغلت عماله بكربله. اها. والله. وايش قد كنت تاخذ باليوم؟ كم غرام؟ اول ما تعاطيته. ايه. تعاطيته هو يعطينا غرام. غرام. من يمه غرام. نعم. نعم. بيت كان يبيع لك الغرام؟ يبيع لي ب 50.
زين وين العماله؟ وينك عماله ب 50؟ اي مو انا هم كان يعني يعطيني على اوديه للناس دوا. ها ايه. ويعطيك يعني حصتك من ايه. الغرام يعطيك اياها مجانا؟ نعم. طلعلك اياها. ايه. زين ايش قد ظليت على هاي الوضعيه بكربلاء؟ ظليت تشتغل ايش قد ظليت؟ ظليت اسبوع يمه لحد ما هاي بعت له هاي رجعت نعم. للكوت وياي. رجعت دوة. للكوت وياك؟ ظليت اتعاطى بهن وهاي. اخذت فلوس بهن وهاي. فد لحظه له. انت من رجعت الكوت ما خفت شايل وياك ماده مخدرات؟ ما ادري كنت مو بعين لان متعاطي. ها والله. زين رجعت للكوت وبعدين سويت؟ ظليت اتعاطى بغرفتي وهاي. وبعدين خلصت الماده وين رحت؟ خلصت الماده تعرفت على صديقي يمنا الادربي بالكوت. ظليت اجيب من يمه وهاي. ها. وجيراننا. انت بوقتها كنت بالمدرسه؟ وقتها بالمدرسة. بيا صف شنت؟ صف أول متوسط ثاني متوسط. أول متوسط 13 سنة أول متوسط. إيه. زين واستمريت بدراستك؟ استمريت بدراستي بس بعدين تعبت حيل. زين بهاي الفترة أهلك ما دروا بيك؟ أهلي ما دروا بي. زين أنت والدك والدتك عايشين؟ لا والدي متوفي من 2006. يعني بالفترة اللي إجيت بيها أنت إيه. للحياة هو والدك؟ 6 أشهر ومات. عمرك 6 أشهر وتوفى. شنو كان سبب الوفاة؟ هو قتل. اه قتل. وظليت عايش ويا والدتك؟ ايه. كم اخ عندك انت؟ ما عندي. انت الوحيد؟ انا الوحيد. اخوات؟ لا ما عندي بس من غير ابو. تمام. يعني انت الوحيد لوالدك؟ نعم. الله يرحمه. زين وعايش ويا والدتك؟ نعم. ووالدتك متزوجه شخص اخر؟ والدي متزوجه. نعم. كم اخ عندك من؟ واحد. واحد. تمام. انت واربع اكبر؟ واربع بنات. واربع بنات، انت الاكبر طبعا. انا الاكبر واحد. اكيد. زين والدتك ما حست فيك؟ ما درت فيك؟ لا قلت لها انا. شو وقت قلت لها محمد؟ قلت لها بال 23. قلت لها بال 23؟ 2023. يعني ورا سنتين من تعاطي؟ ايه. لا اكثر. لا اربع سنوات العفو، انت بال 19 قلت لها انت عاطي. ايه لان انا كانوا يقولوا لي اسوي روح اتعارك وياهم وهاي واروح. انت ظليت كملت اول متوسط؟ كملت اول متوسط، متوسط وثاني متوسط ثالث وثالث بالرابع ما توقفت يعني؟ ايه بالرابع رسبت. بالرابع رسبت بعد ما قدرت وتركت. ايه. زين انت بهاي الفتره ما اشتغلت؟ ما اشتغل انا. لا ما تشتغل؟ بس بكربلاء اشتغلت بعدين قمت اروح له ما اشتغل ابيع له الماده ويعطيني اياها. زين ظليت بالكوت منين تجيب فلوس؟ نفس هاي الطريق؟ الولد جيراننا. نعم. اخذ من يمه. نعم. واخذ من امه واعطيه. يعني احنا على حالتنا متمكنه. ها. والله زين. حالتكم زينه. زين. زين ما حد حاشاك انه انت ليش تركت الدراسه؟ ما حد قال لك؟ نعم جدي. جدك؟ ابو امي. ابو امك ايه. اللي انت عايش يمهم. يعني قال لك. ولحد الان جاني مواجهه قال ايه؟ لي. قال لك ليش تارك دراسه؟ ايه. قال لي ليش وهاي؟ ها انت عندك نيه ترجع دراستك؟ ايه. عندك؟ زين انت كنت شاطر بالدراسه لو كنت؟ اي شاطر حيل بس قمت انسى. انا انسى هواي. تنسى هواي؟ يعني انسى هواي يعني بالساعه ظليت ادور على شغله وهي بجيبي. طبعا ما هو هذا واحد من الاشياء اللي يسوي لك رسالة تلف بالخلايا مال الدماغ ويصير ممكن زهايمر عندك ونسيان ويا مشكله. لا يعني انسى انسى بشكل مو طبيعي. اي تنسى بشكل مو طبيعي. زين انت شلون قررت تجي هنا؟ اول مره تجي المستشفى؟ لا عالجت بالكوت بس مو ذاك العلاج. شو وقت بيا سنه عالجت؟ هو بال 23 عالجت. من حاشيت والدتك؟ ايه. ايش قلت لها لوالدتك من حاشيت؟ قلت لها تعاطى وهاي. زين. وارد اروح اعالج. دورنا على دكتور بالكوت عالجت يمه وهاي. زوج والدتك يدري؟ لا. ما درى؟ ما درى. زين والدتك اخذتك للطبيب؟ ايه. بعدين صار عالجته هاي نمت مصحه خمسة ايام وطلعت لين شفت. وين مصحه؟ بالكوت اكو؟ لا مو بمصحه يعني مستشفى الزهراء. مستشفى الزهراء بها قسم. بها قسم؟ ايه بس مو ذاك العلاج يعني بس انا بيها. ومو علاج من يم ما اشتري وطببه. وطلعنا خمسة ايام وطلعت ورجعت. ورجعت ايه رجعت عليه. رجعت من رجعت والدتك درت لو ما درت؟ لا ما درت. ما درت خمسة اشهر ما تدري اخر شيء لحد ما قلت لها انا بال 2024 قلت لها؟ اي قلت لها ب 2024 رجعت قلت لي روح عالج قلت لها لا ظليت استمر عليه. بس وقعت وقعه قويه. شلون وقعت وقعه؟ وقعت وقعه قويه يعني قمت ما اقدر امشي. صحتك يعني قصدك؟ فتندمت اجيت هنا. تمام ندمت على روحي.
تمام. انت ما كنت قلت لي ما كنت اشتغل وكنت ضعف ضعفت لو ما ضعفت؟ انا كنت سمين. كنت سمين؟ انا من طبيت هنا سمين، هسه رجعت ضعفت. هسه ضعفت؟ ايه هسه هم رجعت ضعفت، بس مو هذا ضعفي. انا كنت اضعف من اربع مرات. اربع مرات؟ ايه كنت هيكل صاير بس اضعف. زين انت والدتك من حكيت وياها بال 23 ورحت المصحه وتعالجت خمس ايام وطلعت. شفت العلاج ما يفيدني بس منوم. بس منوم؟ بس نوم. يعني وهو جزء من العلاج منوم حتى تتجاوز الازمه؟ لا مو يعني لا بيوم رايح اعصاب ولا هاي، بس منوم. بس نوم. بس نوم. بس نوم. اقعد يعطون علاج الساعه بالتسعة بالليل. قاعدون بالتسعة الصبح ارجع انام الصبح هم منوم. واحنا نشتري من يمنا. تتجاوز مرحله الاعراض السحابيه. احنا اشتريناه من يمنا. اشتريته من يمكم؟ اشترينا العلاج ال 150,000 كل. إيه هذا مستشفى مو تابع للدوله، قد يكون مركز العلاج الادمان. ايه ممكن حتى يعني. مو علاج ادمان يعني. مجرد منومات. بس منوم. زين قصدي وراها من رجعت انت للادمان والدتك ما حست بيك؟ لا حست. حست فوق شافتني. شافتك؟ وبعدين صار؟ قطيتهن ودبتهن. قلت لها بعد ما ارجع وهاي. نعم. طلعت رحت جبت مادة وجيت. وهم رجعت مرة ثانية. هم رجعت مرة. زين خلي احنا بودنا انه نكمل وياك هاي القصة محمد. ارد اسألك على الوشومات، ارد اسألك على ضربة الموس، ارد اسألك على صحتك هسه، بس خلي ناخذ فاصل قصير. نعم. ونرجع لك ماشي؟ نعم. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لكم. إذا سمعنا محمد اللي كان عمره 13 سنة بالأول متوسط وراح ويا أهله الكربلة، مجرد صديق سوء إجا بصفه 13 سنة، ترى 13 سنة طفل يعني، مجرد صديق سوء دخله بمرحلة دمار، يعني صار له خمس سنوات هو يعاني. شفتوا الأشياء اللي ماخذها ومتداولها ويعني هواي هواي مدخل نفسه بمراحل خطر والكريستال مأذي ومدمرة، ولحد الآن حالته الصحية مو زينة. فلازم نخاف ونراقب على أولادنا. خاف واحد يقول عمري ابنه مثلا عمر ابنه 18 سنة مثلا أو 19 سنة أو 20 سنة بعد صار شاب. إيه صار شاب ويعتمد على نفسه، بس دائما عيني عليه. فكيف إذا كان عمره 13 سنة؟ 13 سنة أتوقع أنه ماكو عليه خطر. لا أتوقع خطر حتى على اللي عمره 5 سنوات 6 سنوات بالشارع، ممكن لا سامح الله يتعرض الخطر من هاي العصابات. خلينا نكمل الكلام ويا محمد. مرة أخرى حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج حكاياتهم ويا محمد من الكوت. حياك الله محمد. إذا محمد والدتك صعدت قلت لي لقيتك أنه رجعت مرة ثانية. ما عاتبتك؟ ما ضربتك؟ ما حشت عليك؟ لا لا لا. زين ما نهائيا ما عاتبتك؟ ما يعني لا قلت العوفة وهاي قعدت يبي. نعم. يعني والدتي شريت تجيب لي. شو تريد؟ ايه تجيب لك. انا دللتك معناها. يعني قبل لا اجي حارق ماطوري وبلاي 5 بلاي 4 حرقتهن. حرقتهن؟ ايه حتى جهازي حركته. ليش؟ جهازي يخوف. شنو الجهاز؟ الموبايل. شلون عندك موبايل؟ ايه يخوف. موبايلي 11 برو. 11 برو؟ نعم. حركته؟ كلهن حركتهن. قبل لا تجي لهنا؟ ايه بشهرين. لا قبل، انا قصدي انت شنو قلت لي؟ قلت لي حركت شنو؟ الموبايل؟ الموبايل وبلاي. بلاي؟ ايه والدراجه. دراجه؟ ايه. انت عندك دراجه؟ زين الدراجه شو عليها والبلاي؟ شو لهم علاقه يعني؟ كلهن حركتهن لان صار عند مو بوعي وحركتهن. ها مو بوعي حركتهن. حرقتني يعني شنو؟ بس قل لي يعني حطيت عليها بنزين وحرقتني؟ ايه بالشارع، خليتني قبل بالشارع. بالشارع؟ بالشارع خليتني قبل. دراجة وبلاي؟ ايه وكل تليفون. خليتني قبل بالشارع. عجيب. الناس قامت تصيح تعاركت وياها. ما تدري؟ ما ادري. متعاطي يعني انا قلت لك اتعاطى باليوم 5 غرامات او اكثر. باليوم 5 غرامات؟ ايه اكثر. وايد. ايه تعبان حيل من يمه. بيش انت تشتري الغرام بالكوت؟ بالكوت يمنا؟ اي اول اجيبها ب 25 ب 15 ب 10. زين لحد اخر ايام بهذا السعر؟ اي بس انا اكثر شيء اجيبها من بغداد. من بغداد؟ من بغداد. وتروح بيه للكوت؟ اروح بيه للكوت.
وما تخاف نهائيا من السيطرات محمد؟ اروح بكوسترات. كوسترات؟ وبعدين؟ ما كنت افتيش كوسترات، هاي السيارة العالية من 30 نفر. ما يفتشك؟ ما يفتشون، انزل بس سيطرة الكوت تفتش، انزل قريب عليها وافتر على الحول مالتنا. قبل السيطرة؟ ايه. زين، فرضا كانت اكو سيطرة بالشارع، شو تسوي؟ أنت عادة ما تصعد بالسيارة تخليه بجيبك لو تخليه بالسيارة؟ لا، خليه جوا الكشن. جوا الكشن؟ زين، فرضا شافوه جوا الكشن يعني شنو؟ لا، ما قاعد على الكشن ها. ها. مسوي روح نايم. اها. فتنزل قبل السيطرة وتفتر قلت لي على الحولي؟ ايه. ترجع تطب؟ ارجع اطب للكوت. لا هي يعني قريب هاي السيطرة يعني بس فرة السيطرة. نعم. مسافة. نعم. يعني من هال. قريبة؟ ايه. اه هيك. قريبة حيل. زين. شو وقت ضربت ايدك؟ قبل سنتين. قبل سنتين. انت عادة من تتعاطى تتعاطى وين؟ بالبيت لو وين؟ بالغرفة. بالغرفة. مالك ما اطلع انا. ما عندك علاقات؟ لا لا كلها عفتها. يعني انت كانت عندك علاقات وكلها عفتها؟ ايه. يعني كنت جماعة اللي بالمدرسة وهاي كلها عفتها. لا اللي يتعاطون وياك وين؟ اكو بالمدرسة يتعاطون وياك كانوا؟ لا بس المعشر مالته بقيت وياه. لا لا بس المعشر مالته بقيت وياه. اللي يتعاطون وياك؟ ايه. وين كنتوا تتعاطون؟ انا اتعاطى واحد اجيب المادة اتعاطى ببيتنا. وتلتقي وياهم؟ والتقي وياهم. واصدقائك بالمدرسة عفتهم؟ يعني زينين قصدي؟ كلها عفتها ايه، بقيت بس بمعشر المخدرات. معشر المخدرات. زين شنو السبب ضربت نفسك موس؟ وانا اقول لك ما اضرب روحي. ما تضرب روحي؟ ايه. رد الدم يطلع مني مرتاح، رد الدم يطلع مني مرتاح. حاولت اشنق روحي، حاولت اشنق روحي. حاولت تشنق روحك؟ ايه. ها؟ والله. يعني عملية انتحار؟ ايه. شلون فكرت تشنق روحك يعني؟ شنقت روحي وتلاحقت الام هاي. اها. يعني سويت عملية انتحار؟ ايه. شلون شنق؟ يعني بشنو شنق؟ احكي لي. سويت بالبنكه وهاي وخليت الحبل. سويت حبل؟ اي اي على رقبتي وذهبت روحي وما لاحقت لي وجدوها كانوا يمنا. كانوا يمك؟ يعني انا اشوفهم يعني بنظريتي يحجون علي. انت تتوهم ويحجون علي؟ اي اتوهم هلوس. نعم. اتحلم اخاف. نعم. من هذا هو السبب. الكريستال يخلق منطقه وهم ايه؟ واسعه كلش. فانت تتخيلهم يحجون عليك؟ اي. يعني قصدي يعني ظل اضافات من يمي وانا التفتت هيجي اقوم ارجف. اقوم ارجف. تخاف؟ ايه. زين انت من تنتحر شردت يعني؟ قصدي ليش شنو السبب؟ لين يحجون عليك؟ ايه لو انت تعبت لو شنو؟ وانا تعبت وهلوسه. هلوسه؟ ايه. مو بالكريستال اذا شاف شيء وخلاه بدماغه يظل يفكر بيه. نعم. ايه. صح؟ يظل يفكر بيه كلش هوايه. ايه. ذا اللي يفكر بيه لحد ما يسوي. زين شلون انتبهوا اهلك لعمليه الانتحار؟ صحت مثلا؟ اختنقيت؟ لا مو انا ظليت احوس بالبيت. زين. اول انا ما احوس بالبيت، ظليت احوس بالبيت. اخر شيء صعدت علاقه امي قالت لي شنو هاي العلاقه؟ قلت لها علاقه هيك حلويات. اسحاق العلاقه؟ هو الحبل. قلت لها حلويات. منين جبت الحبل؟ اشتريته من السوق. اشتريته من السوق؟ ايه. كم متر اشتريت؟ مترين. مترين. زين. وانا سويته وهاي. زين. شلون عرفت الشده وكذا؟ باوعد فيديو لو احد قال لك لو شنو؟ ايه. شنو ايه؟ انا شديته وهاي عرف اسوي. ايه ورده. زين شديته؟ ايه. وبعدين؟ علقت روحي وهاي لحد ايه؟ ما بس نسيت اقفل الباب. نسيت تقفل الباب؟ ايه. ما سرقيتها نسيت، يعني قلت لك انا مو بعرض بس اسويها بساعه. هاي الله كاتب لك حياه يعني، انت لو ايه؟ قافل الباب تموت. وبعدين نسيت تسد الباب وانتحرت. اي وصعد على جد وهاي ظلوا يعيطون وتلاحقوا لي. زين وراها صار حكوك ودوك المستشفى حكوا وياك؟ لا ظليت قاعد واحد لان اختنقت ظليت تتحلم. تتحلم؟ شنو تتحلم؟ اتحلم خيالات تجيني. زين وشلون قررت تجي لهنا؟ انا قلت لهم اجي لهنا حتى راسلتك. راسلتني؟ ايه على صفعتك ظليت الح عليك حتى هواي وقلت لهم لان تعبت من يوم حالتي تعبت هواي. لحيت هواي ايش قلت لي؟ قلت لك ارد اجي هواي حب يوم الخميس. قلت خميس العصر؟ ايه. زين ماكو خميس العصر؟ ايه. فاجي فانتظرت 10 ايام لحد ما جينا انا وعمي. انت وعمك؟ ايه. زين وصلنا هنا 23 يوم باكر خروجي. ان شاء الله باكر خروجي ان شاء الله الحمد لله. ما عندك نيه ترجع؟ لا الحمد لله وشكرا لا ارجع لا ولا حد. زين
صحتك يعني شلون هسه؟ ايش راح تسوي؟ تراجع طبيب على مود معدتك معاك؟ لانه انت تقول الاكل لا جاي تقيئ. معاي شويه من العلاج، لان العلاج هواي ها اي شويه تحرقني ها حرقه، وما يقدرون الدكاتره يقطعون عليه، خاف اتاذى. صح، هي من العلاج يعني ما بيها شيء. زين انا شفتك تدخن سجاير همينه. داخل هواي سجاير. ايش قد تدخن؟ داخل باليوم باكيتين. ليش؟ كنت انا ارقان السفن مثلا شكو؟ يعني من اتعاطى داخل باليوم تكه، من اتعاطى داخل باليوم تكه. اوه خف من البواكيت اكثر. لا لا والله هو يريد واحد داخل سجاير. زين هاي المنطقه عندك كثير بس انت بالتعاطي، هي يابسه هاي. ها؟ يعني هي قصدي يابسه هاي، شلون تدخن؟ هو داخل، هي اذا ما داخل سجاير تيه بس بزايد. اها والله هي السجاره شويه تفتحها وهاي. هذا مصرف ثاني يعني؟ ايه جقاير غير المصرف. جقاير احنا عندنا حانوت ابو مع ابو اسواق. اي ناخذ من يمه بدينا يوصل 800 هاي كل شهر نطي اخذ. أوه. اجيب تكات. بس تيش مدمر نفسك. ايه يعني واحد شاب عمره 18 سنه هستوى قايل يا الله هستوى الدنيا انفتحت له يعني احضانها وايديها، المفروض مثلا تفكر تكمل دراسه، تدخل جامعه، توظف او تعمل في مشروع معين، تفكر تبني اسره. ماكو شيء، ماكو شيء يعني. غرامات خمسه تكه جقاير او اقل من تكه جقاير، تعرف صاير بمعاك مفاصلك. انا عند هاي الجهه كلها اذا شفنا حرك بها كلها يعني شلون منتهيه مفاصلك. طبعا مشكله، والكريستال ينخرب العظام. ايه وانت تحمل نفسك طاقه ومشروب ومشروب مشروب؟ ايه همينه؟ ايه شنو؟ وين تشرب؟ كنت اشرب على مود انام. على مود تنام؟ وين تشرب؟ اروح اجيب المشروب اقعد بظهر بيتنا. ظهر بيت؟ ايه وحدك لو احد وياك؟ لا وحدي، كل ثلاث ايام هيك على مود انام، واخذ حبوب فاليوم على مود انام، بس هرد انام. وما تنام؟ ما انام ما اقدر. اظل اتقلب بالمخده. نعم. هي تنام وانا ما انام. الله يساعدك. والله والله الله يساعدك يعني. ما هو انت ماده الكريستال تخليك ما تنام. تروح للشروب للفاليوم يمكن همينه وللحبوب حتى تنام. لا حبوب انا ما وصلت حبوب، بس فاليوم. فاليوم؟ ايه فاليوم وشرب. فاليوم وشرب وكريستال. فاليوم وشرب وكريستال. فاليوم وشرب كريستال تدخين كميات كلش هوايه. دمار. الله يساعدك والله. والله يساعد والدتك. الله يساعد والدتك. تعبت من وراي. تعبت حيل تعبت طبعا. أمي جتك زياره هنا؟ جتك زياره السبت؟ جتني هي وجدي وهاي. زين ايش ناوي؟ احكي لي. لا الحمد لله شكرا اوفى يعني هاي. مو اكو واحد، شوف اكو واحد عنده كلش اراده قويه وكذا يقول احنا راح اعوف خلاص انتهى الموضوع. اكو واحد ردود افعاله يعني ممكن انه ما اترك وكذا. نعم صح. فانت شنو؟ بس انت شنو انت ناوي تتركه هواي لو اتركه كله؟ لان تعبني حيل. ها والله ما انت حيل. تحكي هسه لانه انت لانه هادئ، انا جاي احكي وياك بنفس الهدوء لانه انت مريض ما تقدر تحكي. نعم. رغم صار لك 23 يوم هنا. نتمنى محمد انه ما ترجع. لا ان شاء الله نهائيا. لا نهائيا يعني من اجل صحتك، من اجل مستقبلك. نعم. حياتك شبابك. نعم. بعدك شاب حلو مرتب و يعني هواي قدامك اشياء ممكن حلوه تسويها. عموما احنا عندنا مكافاه ماليه ودرع، درع الانتصار، نعتبرك انت منتصر. هذا الدرع من شبكه الاعلام العراقي، قناه العراقيه العامه. نعم. انتصارهم، وان شاء الله انت منتصر وما عندك نيه ترجع. لا استاذ ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا تخليه يعني عهد بينك وبين عائلتك، بينك وبين اصدقائك، ترجع علاقاتك القديمه. ويا رب الطيب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا حبيبي. اذا سمعنا محمد مصطفى اللي داخل 23 يوم يعني مزيده الدكتور ايام اضافيه، وممكن باكر يطلع وممكن بعد ايام يطلع حتى يحافظ على صحته. وهنا تكمن حقيقه حرص ومسؤوليه المستشفى. يعني تشوف المستشفى مثلا تكتب له 21 يوم بس الطبيب يشوف لا مو 21 يوم، يحتاج ايام اخرى وحبوب فاليوم وشرب وكريستال، وهو طفل بعده صغير يعني طفل المفروض الحياه تصير قدامه. لكن هاي المرحله اعتقد هي المرحله الصح اللي هي مرحله العلاج،
نتمنى من محمد ومن كل شبابنا انه يتركون هذا الطريق المظلم ويبدون حياة جديدة لين بعدهم وبعمر الورد. في أمان الله.